قبل ما ادخل في كاس العالم انا عارف ان الدنيا مولعه نار نار. ضرب نار، بس خليني اقف لانه ماتش بكره بالنسبه لنا برضو ضرب نار. الاهلي والمحله طول عمره بصرف النظر عن الفوارق وجدول الترتيب والمنافسه طول عمره ماتش صعب، بيزود من صعوبته شويه بعض الغيابات في النادي الاهلي، بتزود من صعوبته شويه كمان انه تتكلم على المباراه بين متصدر جدول الترتيب وصاحب المركز الثاني، فالدوافع في اقصاها الاهلي يهمه يحافظ على العلامه الكامله، يهمه يحافظ على الصداره، يهمه يبعد عن كل الفرق اللي بتنافسه على اللقب، والمحله كمان عنده طموح مشروع انه ياخد لقب او ياخد صداره جدول الترتيب من النادي الاهلي. شايفين ماتش بكره ازاي واهم نقاط الصعوبه من وجهه نظركم؟ هبدا مع بلال. يمكن زي ما حضرتك قلت استاذ احمد، دايما مباريات الاهلي والمحله بتتسم بالصعوبه، خاصه المباريات اللي بتقام على ملعب المحله، ملعب ليه طبيعه خاصه، يمكن ارضيه الملعب مش احسن حاجه كمان، يعني انت حضرتك عارف الشكل الخارجي للملعب بقى والمداخن والاجواء بتاعه جمهور المحله، زود صعوبه المباراه شويه الاحداث اللي حصلت لفريق غزل المحله، طبعا رحيل المدير الفني بابا فاسيليو وبعدين عودته، عمل شكل من بدايه الدوري مقدم مستوى مميز جدا على عكس كل التوقعات. غزل المحله يمكن تخلى عن اثنين من ابرز نجومه، هشام بلحه اللي انتقل لفيوتشر، ومحمد فتح الله اللي راح لفريق طلائع الجيش وما دعمش تدعيمات قويه، يمكن جاب صلاح ريكو ولسه بقى بيحتفظ ببعض العناصر المميزه زي احمد النادري وعبده يحيى. عبده يحيى طبعا. بالظبط، مع دخول بقى ومعاهم طبعا حميد ماو ودخول العنصر الجديد اللي عامل فارق شويه باولين فوافي على الرغم من تقدمه في السن ولكن بيقدم مستوى كبير، واحمد الشيخ طبعا هداف الدوري حتى الان باربع اهداف، فلا فريق المحله مع بابا فاسيليو عامل حاجه. وكمان يمكن بابا فاسيليو واقع مدرب واقعي شويه، يمكن شفنا لما تولى تدريب وادي دجله بعد تكيس شفنا الفرق الكبير، ان تكيس كان بيهتم بالكره الجميله شويه وامتلاك الكره اكتر، لكن بابا فاسيليو بيهتم بالنتيجه مع الكره الجميله، وده بيزود من صعوبه اللقاء بكره، ولكن ان شاء الله النادي الاهلي ولاعيبي النادي الاهلي يكونوا في الموعد غدا وان شاء الله ويتقدموا في صداره جدول الترتيب ويحافظوا عليها ان شاء الله. مفتاح العلامه الكامله، مفتاح ماتش بكره احمد ايه من وجهه نظرك؟ بنتكلم على الاهلي بقى، يعني شايف طبعا المحله زي ما قال بلال طول عمرها فرقه صعبه على ملعبها، حتى الظروف الطبيعيه ماتشاتها بتبقى خاصة جيم في ملعبهم، واحنا بنحب ده بصراحه، يعني انا بحب ماتشات الاهلي اللي يبقى فيها اولا بيلعب فريق جماهيري بصرف النظر عن ترتيبه، وانت بتلعب الاسماعيلي وانت بتلعب المصري وانت بتلعب المحله وانت بتلعب الاتحاد، بيبقى ماتش عند جمهور نادي الاهلي ماتش منتظر يعني، دي حقيقه. فبالتالي شايف مفتاح ماتش بكره ازاي؟ مفتاح ماتش بكره ان النادي الاهلي اعتقد لازم يضغط على نادي المحله من قدام، نادي المحله مع بابا فاسيليو بيبدا الكره من تحت، وده شفناه ان هو غير مركز مصطفى العش من باك ليفت خلاه مساك، فده عشان مصطفى العش كورته كويسه فعايز يبدا الكره من تحت عشان يبدا، هو دي طريقه حتى لما كان ماسك نادي وادي دجله كان بيبدا دايما ان هو عايز يبدا من تحت وعايز يحتفظ بالكره اطول فتره ممكنه، فالنادي الاهلي مفتاح المكسب ان هو يضغط من قدام وده مهم جدا. النادي الاهلي لو ضغط من قدام اعتقد هيبقى في اخطاء كتير عند نادي غزل المحله، خاصه نادي غزل المحله هيبقى نازل منتعش بان هو متصدر الدوري وان هو عايز الطموح بتاعه ان هو بيلعب على ملعبه وان هو طبعا بيلعب قدام النادي الاهلي، فطموحه كبير جدا ان هو يقدر يحقق نتيجه ايجابيه، واعتقد جمهور نادي المحله اصلا ما بيقتنعش غير بالفوز، يعني دايما حتى التعادل ما بيرضوش خاصه لما بيبقى المباراه على ملعبهم. لا بالذات مع الاهلي. بالذات مع الاهلي فعلا. بالذات مع الاهلي. ممكن مبدا ده ما يبقاش موجود في ماتشات ثانيه. في احداث قديمه. قصه غير. ودايما احداث قديمه قبل كده في المحله دايما معروفه يعني. فمباراه المحله مع النادي الاهلي دايما ليها طابع خاص. اعتقد ان الغيابات يعني ما اعرفش القائمه لسه لم رسمي ما عوده او غياب محمد عبد المنعم ومحمود متولي مؤثرين جدا، ودي كان من اسباب النادي الاهلي في حاله فنيه مش ممتازه خالص، خاصه شفناها في مباراه الجيش، النادي الاهلي قدم مباراه كويسه لكن ما كانتش افضل فنيا، النادي الاهلي عنده مشاكل بسبب ان النادي الاهلي كان بادئ من اول الموسم ان هو بيبدا كره من تحت، وكان النادي الاهلي دايما بيعتمد على الاستحواذ، فغياب محمد عبد المنعم خد بالك انه اي توقف لاي مسابقه خصوصا لفريق يعني اكتر فريق تضرر من فكره توقف النشاط دي هو النادي الاهلي، دي حقيقه، لان انت كيرف الاداء ومستوى الاداء والتجانس وحاله اللعيبه في مرحله ما قبل كانت وصلت للحقيقه لشيء يفوق توقعات خاصه بعد مباراه السوبر كمان، واحنا عامه يعني الله يكون في عون اللعيبه المصريه ان هي بتؤدي المباريات في فتره كاس العالم بصراحه، يعني احنا العالم كله حاليا متفرغ لمتابعه كاس العالم، فده يعني احنا خد بالك ليها وعليها برضو يا بلال عشان نبقى منطقيين، لانك لو ما قدرتش تعمل ده هيبقى عندك برضو فكره مش قادر تقفل السيزون بتاعك في ميعاد يظبط المسابقه شويه، ضغط الماتشات انت اوريدي خلاص اترحلت منك وحصل توقف طويل بالزبط. حتى ما قبل بدايه كاس العالم بالزبط. فبالتالي انت اوريدي في تحدي قدام القائمين على تنظيم
تنظيم المسابقه يعني ازاي يحاولوا يلتزموا، واعتقد ده مش يعني صعب، صعب شوية. ولا يلاموا عليه بشكل، نقول برضو كلمه حق، لا يلاموا عليه ان هم ما يقدروش بالظبط كده. فالموسم ممتد ممتد، فعشان توقف كمان اثناء البطوله هيبقى تقريبا تحدي صعب جدا.